بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نتكلم هنا على ال growth of pharmacology أو نقول عليها نمو الوبائيات الدوائية. خلاص تكلمنا على القيود وتكلمنا على كيفية الـ FDA تعمل على كبح أو محاربة مشاكل الأدوية والمصانع، لكن هنا نتكلم في نظام الرعاية الصحية في الولايات المتحدة in the USA healthy care system. عندي حاجة هناك الـ evidence اللي هي and cost of medication increases، اللي هي شنو هناك دليل على أن تكلفة الأدوية آخذ في الازدياد، أو بعض يقول لك polypharmacy in medication often used in chronic disease، بعض الـ بعض الـ بعض الـ أو تعد كثيرة أدوية مشاكل، وغالبا تستخدم أدوية لعلاج الأمراض المزمنة ويتم الاعتماد عليها كعلاجات دوائية وأكثر تقدما سنويا. يعني هنا كما قلنا احنا السوق ماشي للازدياد كتكلفة وكأساسيات لعلاج أمراض كما قلنا احنا أمراض مزمنة. أنا الهيلث كير سيستم كما قلنا الكوست اوف ميديكيشن انكريزز بولي فارماسي ان ميديكيشن اوفن يوزد كرونيك ديسيز اند مور ايفيدنس ان ثيرابي اند ابروفد. بعدين قال لك انا بيكوز بسبب هذه الاتجاهات، قال لك بايرز بوليسي ماركت، قال لك انا فان سياسات ووضع سياسات شركات الأدوية pharmaceutical company من أساسيات الهيئات الحكومية government clinicals والأطباء وكذلك ambition all have vested، كلهم شنو لديهم مصلحة راسخة في استخدام الأدوية، كلهم اللي ذكرنا كلهم لهم مصلحة خاصة في استخدام الأدوية لأنهم مهتمون بالمنتجات الدوائية. In the world products are cost effective، كذلك من حيث التكلفة هم مهتمون ببحوث فعلية الفعاليات المقارنة بين الريسيرش بين المقارنة بين الأبحاث. بعدين قال لك إن نفس الوقت إنهم يشجعون عمية دفع بدل ضمان حصول المريض على رعاية جيدة، كذلك يركزون على مساعدة المريض helping patient use medication بشكل مناسب. يعني هنا تكلمني في السلايد هذا تكلمني على growth in pharmaco epidemiology، تكلم على جزئيات مهمة هنا هنوه عليها، بحيث ان الـ USA healthy system مهتم ان هو قال لك cost ازدياد في شنو في الاقبال او في الصناعات الدوائية، وخصوصا ان الجماعات الدوائية تستخدم في علاج الامراض المزمنة. معليش البيكوز لان شنو قال لك هنا جميع شركات الادوية الهيئات الحكومية الاخصائيون المرضى بصفة عامة كلهم يأمنوا استخدام امن للدواء، وكذلك كوست افكت يكون تكلفة فعالة. وكذلك عندي هنا حاجة اخرى هي شنو كلهم آملين مساعدة البيشن في استخدام المناسب للدواء. كل هذين تركز عليهم شنو يركز عليهم اصحاب القرار في الدولة. بعدين قال لك هنا علم الوبائيات او علم الادوية الوبائي way to answer يوفر طريقة لإجابة على العديد من الأسئلة question about drug use information intervention policy that may need to devolve، اللي هي شنو تحديد أو حول استخدام الأدوية الصحيح، كذلك التدخلات والسياسات التي تتعلق أو تحتاج إلى تطوير.
بعدين قال لك given the needed in the to the study نظرا للحاجة لدراسة استخدام العقار فإن في real world نقول عليها نحن فقد ازداد استخدام هنا over absorbed pharmacoepidemiology study decision and research answer question about medicine used has grown. هنا يقول لك قد ازداد استخدام تصميم الدراسة على علم الأدوية الوبائي وتصميم الباحثون الأخرى للإجابة على الأسئلة المتعلقة باستخدام الأدوية. من المهم this is important all من المهم أن يفهم الجميع وكذلك أصحاب المصالح general population عموم الناس أن كل ما ذكر سابقا أن هناك حاجة لمراقبة needed consensus drugs used and away and patient construct and famous drug بحيث أن هناك حاجة لمراقبة مستمرة لاستخدام الأدوية وطريقة تقييم كيفية تأثير خصائص المريض وكيفية استخدام الأدوية ونتائج سريرية سواء نتائج سريرية متوقعة أو الغير متوقعة expected and expected clinical outcome مهمة جدا حطوها هنا تحت مية خط هنا عندي كما قلنا فماكو هنا يبحث أو عنده جميع الأسئلة الإجابات جميع الأسئلة حول استخدام الأدوية والإنفورميشن وكذلك احتياج وتطور حاجة أخرى مهمة كما قلنا هنا given and study أعطاء الأدوية المستوى للعالم بحيث أنه هو يأثر لي على طريقة تصميم دواء معين من المهم أني نعرف حاجة اسمها من المهم أننا احتياج من المهم احتياج باستمرارية مراقبة طريقة استخدام الدواء وكذلك لتوصيل للبيشن مع أخذ بعين الاعتبار سواء كانت النتائج متوقعة أو غير متوقعة. يمكن تلبية لك هنا I need to study drugs used in large population يمكن تلبية هذه الحاجة إلى دراسات استخدام عقاقير على عدد أكبر من الناس ومن خلال تصميم بحوث epidemiological research decision بعدين ليس من الواقع الاعتقاد أن the realistic belief in the large إجراء تجارب سريرية understand all جميع الأدوية أو تجارب سريرية كبيرة ومستقبلية لفهم جميع القضايا استخدام الأدوية in large people وكذلك في على الناس عدد ناس كبير لذا قال خلينا يتم تحديد أبحاث علم الأدوية الوبائي يحدد لي حاجة اسمها clinical trial for every drugs in the subset of population هي يحدد لي تجارب سرية كبيرة لكل دواء في مجموعات فرعية مختلفة من السكان وكذلك buyers policy market يبحث الوضع السياسي أو أن والسياسي والأطباء على طرق أخرى لدراسة looking at another even to study how medication are used كذلك طرق أخرى كيفية استخدام الأدوية أو تعد أبحاث علم الأدوية الوبائي أحد طرق هؤلاء الأطراف and the research on only a way parent and to learn about medication use and safety without having to invest in large clinical trial قالك طرق مهتمة لتعرف على استخدام الأدوية وسلامتها دون الحاجة إلى استثمار أو تكلفة في التجارب السريرية الكبيرة وأخيرا وليس آخرا فارماكو إبيديميولوجي ستادي إن ذا إيشو أند كان قالك عادة ما يكون دراسة الوبائيات الدوائية أقل تكلفة ويمكن تقدم بعض الأدلة على استخدام الأدوية وسلامتها في السكان هيك نكون كملنا الجزء الثاني من المحاضرة الخامسة دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.